تحياتي لكم زميلات زملاء، وإن شاء الله الجميع يكون بخير. في هذا الفيديو راح يكون كمان موضوعنا جمل وتراكيب مهمة من الحياة اليومية، سواء أوس دروك، سواء ريدي فندوك أو ريدي ميتل، ونحن في المستوى بأينز بيتس فاي. القناة اسمها دوج است أين تشانسن. راح يكون في عنا 7 أفكار. حقيقة كنت مقرر بهذا الفيديو أنه نبدأ بنهاية كل فيديو نوضع تعليقين من تعليقات الفيديوهات ونجاوب عليهم، لكن أجلتها للفيديو القادم، ويا ريت تعطونا رأيكم بهاي الفكرة. فكرتنا الأولى بهذا الفيديو، لما نشوف شيء لافت للنظر جميل جدا نقول داس استيا دي هما. نعرف يا تحدثنا عنها بفيديو سابق، لما نكون عم نحكي عن شيء مفاجئ هيك كتير، شيء غير متوقع وبغشم، داس استيا دي هما. هما هي مطرقة، ولما المطرقة بطرقها واضحة جدا بتكون، وهون شيء لافت بيكون. داس است اونغلاوبليش نفس المعنى، لكن هنيك يا اعطتها الشيء المفاجئ، ودي هما هون هذا مكانه في هذا التركيب. اونغلاوبليش شيء لا يصدق يعني. نشوف كمان بالانترنت ذيس از ليد است اينفخ هما، لما تكون هالأغنية جميلة جدا و اللي استمع لها كثير كان متفاجئ وانبسط فيها. داس سليد ديز سليد است اينفخ هما، ممكن نقول كتاب ديز بوخ. زفيشن هما اند امبوس جراتن، لما نقول وقع بين المطرقه والسندان. زفيشن هما اند امبوس جراتن، هما المطرقه، امبوس سندان. الفكره الثانيه داس استك باتش، يعني لما نقول هذا كلام غير منطقي، كلام غير معقول، كلام خطأ، طبعا هو تنطبق على الكلام وعلى العمل. طبعا بالتداول بين الناس هذه الكلمة داس است كفاتش فاس دو ارتسيلست، يعني الشيء اللي حكيته ما هو منطقي، خطأ، تختلف حسب سياق الحديث. نشوف عناوين كمان بالانترنت، نعرف انه هذا اللون دائما للعناوين. ارزاك داس ماين ماينونغ كفاتش است، هو يقول ان رايي خطا لا منطقي. طبعا لما يكون متطور الحديث وفي جدل ممكن الواحد يقول كلامك فارغ، لكن ممكن نستخدم هون انزن وفالش. داس است دوخ كفاتش، بنقول والله يعني حقا هذا الشيء اللي عم تعمله مثلا جهه معينه ما له منطقي ابدا، انه بدك تعمل كذا وكذا وكذا، هالاجراءات اللي تقوم فيها كذا وكذا، شيء شغل غير منطقي، عمل غير منطقي، لانه كفاتش تنطبق على الكلام وعلى العمل. يعني بس ما ناخذ معناها فقط انه كلام يعني شيء غبي او كلام هراء، بس هذا الحدود الضيقه لا، اوسع منه. نعرف انه احنا احيانا كثير نتعرض لموقف بنقول والله الشخص بعرفه من زمان، متذكره ما متذكره، منو احيانا باحراجات. ايش كنا اين شون ايبش، ايبش يعني اللي من زمن طويل، وتستخدم بمعاني اكثر عن الحياه الابديه وغيرها. ايش كنا اين شون ايبي، يعني انا اعرفه منذ زمن طويل، زمن طويل مضى. شوف تركيب هون مستخدم، ايش هاب داس كفول، لدي الشعور اين شون ايبيش تسكن، اني اعرفه منذ زمن طويل. شون ايبيش نقول فير هابن اونس يا شون ايبيش نشت مية جزين، منلاحظ يا شون ايبش نشت ميا كلهم ورا بعض. تحدثنا عن يا مثل ما قلنا بالفيديو السابق، شون تحدثنا عن فكرة بسيطة عنها لكن لها استخدامات كثيرة. ايبش نشت ميا يعني نحن صار لنا فترة طويلة ما التقينا، ما شفنا بعض، لم نعد نرى بعضنا، ما شفنا بعض من زمان. أنت في أوغن، لما واحد بده يحكي مع الثاني بيقول لك بدي أحكي معك كلمتين على انفراد، يعني شغلة خاصة،
او بجوز يكون رب عمل بده يحكي مع واحد من الموظفين لكن ما بده يسمع الاخرين، بده ينبه على شيء. انت في اوجن، على انفراد. ايش ولت مدي انت في اوجن ريدن، يعني الحديث بده يكون مع بعض على جنب. انت في اوجن. ايش مس اوف ليجن؟ هون عم نقصد فيها التعامل مع التليفون. انا عم بحكي على التليفون، لسبب ما صار لازم اسكر التليفون. ايش مس اوف ليجن؟ لازم يعني اوضع السماعه. مثلا دق جرس الباب. Es hat an die Tür, der Tür geklinkelt. An der Tür klinkeln, دق جرس الباب. Es hat an der Tür geklinkelt, يعني اندق جرس الباب. مين السبب نعرف. هون منقول ايش موس jetzt auflegen. اذا كنت بحكي لازم سكر التليفون هلا بعد اذنك، والله بدي اشوف مين في على الباب. ايش موس jetzt auflegen. كمان منقول إس كومت يمند. لنفترض أنا بمكان العمل وبحسن أتصل تليفون، أخذت وقت دقيقتين بدي أتصل، دخل حدا. إس كومت يمند. إيش موس jetzt auflegen. لازم أسكر التليفون هلا. كمان تستخدم لما بيجينا أغراض من شركات التوصيل. في عنا شركات متعددة. مثلا في هيرمس، في امازون، وفي غيرهم. هات ايبن جراد ان ماينر تو جيكلينكلت. ايبن جراد بمعنى للتو. طبعا هون في خليط بين ايبن وجرادي. ان شاء الله بتعرف شوي شوي على هاي الامور اللي صار لها ملف كامل هلا عندنا، هو المودال بارتيكل. يعني انه دق جرس الباب، ممكن أول شيء رن تحت بعدين دق جرس الباب. هات إيبن جرادي أن ماينا تو جيكلينكلت. إش كبيرة داس نشت، يعني شيء ما عم ينفهم معي، شيء غير مفهوم، لا يفهم. كبير لا يفهم، يعني كبير فهم شيء، نشت نفي. Diese Entscheidung كبيرة إيش؟ Einfach nicht. يعني أنه هالقرار ما عم بفهمه. كبيرة إيش؟ Einfach nicht. Ich werde niemals kapieren. Wie? أحيانا بنقول بالعامية ما ممكن أفهم ليش الجهة الفلانية عملت كذا وكذا وكذا. Ich werde niemals kapieren. يعني هذا غير مقبول نهائيا. كمان ممكن نقول لما يكون واحد بموقف مختلف يقول ich werde niemals vergessen، لن أنسى كذا وكذا وكذا، سوف لن أنسى أبدا. es nervt mich بمعنى ينرفزني، يعصبني. es nervt mich wenn du solche Fehler machst. لأفترض أنا شخص عم نتعاون مع بعض على كتابة رسالة، أعيدت الرسالة مرات عديدة وصار عنده تمكن منها، بعد فترة رجع صار يرتكب أخطاء، صارت ماضية ما عادت لازم يخطأها. Es nervt mich wenn du solche Fehler machst. أو الأم مع ابنها، يعني بيعصبني بيزعجني بينرفزني لما بتعمل مثل هاي الأخطاء. زولشي فيلر مثل هالأخطاء، وهي الأخطاء ما لازم ترتكبها، صار عندك المعرفة الكافية أنك ما ترتكبها. لهون ينتهي هذا الفيديو زميلات زملاء. إذا في أي ملاحظة أو تعليق يا ريتكم بأسفل الفيديو. شكرا لكم جميعا.